حضراتكم عارفين طبعا ان احنا بقالنا سنة مانعين تصدير السكر وعاملين حظر على تصدير السكر، لكن حتى هذه اللحظة سعر السكر ما انخفضش. السبب باختصار انه في طلب على السكر، وانه الطلب والمعروض غالي اصلا، بيجي بسعر غالي اصلا لاسباب بسيطه خالص. هو ان احنا جزء كبير من اللي احنا بنشتريه من سكرياتنا بنجيبه بالدولار الامريكي، والدولار الامريكي يعني في مشاكل شويه. في جوله اجريتها ايكونومي بلس على الاسواق، وجوله حديثه يعني نزل الصحفيين عسوا كده على الاسواق واكتشفوا انه مازال في ازمه سكر وفي حاله شح، سموها كده شح السكر او شح عنصر السكر في الاسواق المصريه. في بس مش كتير، في بس بتسال، في بس لازم لك واسطه، يعني ايه في بس بيخبوه ويطلعوه ويظهروه ويبيعوه ويغلوه، ما بس مش عارفين ايه يرخصوه. ورغم ان رئيس الجمهوريه شخصيا وفي خطاب علني قال ان رئيس الوزراء طلب مش عارف كم مليون، مش متذكر الرقم يعني، كم مليون طن سكر، وقال انه سمح بتدخل الدوله بقى عشان موضوع السكر ده. ومش بس كده، ده رئيس الجمهوريه نبط بالمعنى البلدي للكلمه، بالمعنى المصري، يعني كان عايز يقول فلان وفلان بتوع السكر اللي راح الراجل فيهم اللي راح يعمل عمره، واتكلم عن اشخاص بدون ان يسميهم. وبرضه رغم كده مش عايزين يتقوا ربنا ومش عايزين ينزلوا سعر السكر. وقرر وقال احنا مش هنعتمد على السوق الحر والخاص ده تاني، احنا هنجيب كل حاجه بالحكومه، والحكومه تاخد الفلوس وتروح تشتري السكر، هي الحكومه صغيره. في ناس سقفت على الكلام ده طبعا، وفي اهدار مره تانية لفكره اصلا انه يبقى في اقتصاد حر، وفي اهدار مره ثالثه و10 و15 يعني 15350 لفكره ان احنا ما عندناش قطاع خاص، وانه الدوله دي بتقتل القطاع الخاص. الدوله اللي بتقول لصندوق النقد الدولي انا بخرج من السوق، بيعلن رئيس جمهوريتها بالتعاون مع رئيس وزرائها في مشهد عالمي وتلفزيوني ولايف، مش في خبر، في يعني لحظة بتوثق تاريخيا، بيعلنوا هما الاثنين ان ولا سوق حر ولا اقتصاد حر ولا قطاع خاص ولا نيلة، انا هدي الراجل ده فلوس يروح يشتري دلوقتي على الدولار. ايه ده؟ ايه ده؟ طيب اثار هذا الموضوع ايه؟ يعني الزعيقتين والكلمتين والكلام والتنبيط على الراجل اللي راح حج والراجل اللي ما بيصلي بس ما بيتقيش ربنا في سعر السكر، على المواطن المصري انه كيلو السكر ناقص جنيه؟ الاجابه لا. اذا كل الحوارات اللي بيعملها السيد رئيس الجمهوريه واللي يعني بيامن عليها السيد رئيس الوزراء فيما يخص المنتجات اليوميه والسلع الاستراتيجيه بتاعتنا كمواطنين مصريين عايشين في جمهوريه مصر العربيه او عايشين براها بس مهتمين جدا باوضاعها، بتقول باختصار انه ما فيش عند السلطه السياسيه دي حلول حقيقيه فيما يخص ازماتنا اليوميه. خد بالك من ثلاث شهور ما كانش عنده حلول حقيقيه عشان معهوش دولار، النهارده بيعمل لا مؤاخذه بالدولارات دي حزام ويقف يترقص بيه، مره تشوفه على الشاشه مع احمد موسى، مره تشوفه مع الاستاذ نشأت الديهي، مش ناقص غير ان هم يطلعوا دولارات ويعملوا زي كده اللي في راح البلد ينقطونا بيها، والدولارات جت الدولارات جت الدولارات جت. لكن انا كراجل غلبان، السكر بينقص؟ لا ما بينقص. السمنه بتنقص؟ لا ما بتنقص. ايه البصل بينقص؟ لا ده هيزيد. يا نهار اسود، طب الحكومه دي موجوده ليه؟ غاويين احنا نجيب موظفين ندفع لهم مرتبات؟ يعني انسى انها حكومه وان احنا مواطنين وان احنا مصر اصلا. مش احنا الحكومه دي يا جماعه عباره عن مجموعه من البيروقراطيين والسياسيين والبتاع وكده.
ناس كمان وجميلة بتشتغل عند شعوبها علشان تحقق لنا مصالحنا. لكن ميكروفونات وكاميرات وكلمات وحركات وقول وقال وقعدنا وسمعنا وساعات من رغي ملوش آخر. انتهي إلى إيه بقى هذا الرغي ملوش آخر؟ انتهي إنه مفيش حاجة بتتغير في السوق. يعني حتى السياسات اللي هم بياخدوها عنترية وجدع وجامد ويلا أيوة يا عم اديله يا عم فلوس يا عم خليه يروح يشتري سكر على أساس يعني إنه يشتري سكر من مصر على أول الشارع. السوق ما بيتأثرش. السوق ما بقاش يخاف. السوق أكتر واقعية من أحلام وكلام السياسيين اللي في مصر كلهم بلا استثناء. والله. القصة واضحة جدا. الدولة القوية العنيفة دي بتخش بوشها ورئيس وزرائها شخصيا عشان تنزل تنافس، ما تعرفش تنافس. عشان تخفض أسعار، ما تعرفش تخفض الأسعار. عشان مش عارفين يعملوا حاجة. مش عشان أنا عايز يعني أدعي عليهم الفشل، عشان أقسم بالله العظيم هم فاشلين فعلا. هو أنا يا عم أنا يا عم أنا قاعد يا عم بعيد عنك 2000 كيلومتر أهو، ربنا يبعدنا عن أذاك وشرك يا بعيد. ها؟ أنا قربت لك؟ أنا كلمتك؟ أنا بحط بجيب كلامك وأحطه تحت الكاميرا وأقول للناس أنتوا شايفين إيه معايا؟ يمكن أنا مش شايف غلط. الأسعار ما بتنزلش. قلت لنا قبل رمضان، دخلنا في ال 19 رمضان ما بتنزلش. قلت لنا ده احنا مع الدولار، جدتوا الدولار، رقصتوا بالدولار، اتكلمتوا بالدولار، كلمتونا عن الدولار، دولارات داخلة وهبورات خارجة. والأسعار ما بتنزلش. طب إيه بقى؟ تعال ناخد جولة مع السيد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء. قول يا حمصاني قول. السؤال امتى تنخفض الأسعار زي ما قال دولة رئيس مجلس الوزراء؟ النهاردة إن شاء الله يا فندم هنبدأ نتابع انخفاض الأسعار خلال اجتماع دولة رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين. تم الاتفاق على خفض البدء بخفض الأسعار ما بين 15 إلى 20% خلال 48 ساعة، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ متابعة خفض الأسعار. وبالفعل بدأت بعض الشركات منذ أمس الإعلان عن خفض منتجاتها بنسبة 15%. إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد العيد إن شاء الله بنأمل إنه مع بدء دورة جديدة للسلع وبدء طرح سلع جديدة في الأسواق من قبل الشركات سيزداد الخفض إلى نسبة 30%. يا عم ده مش كلام أنا، ده رئيس، ده متحدث باسم رئيس. قال ثانية واحدة بس بتسأل زي دي في التلفزيون المصري على فكرة، في التلفزيون بتاع الحكومة على فكرة، دول اللي يعني بيصحوا من النوم الصبح صباح البلد ودول بيصحوا من النوم، ده التلفزيون بتاع أحمد الأستاذ أحمد موسى شخصيا نفس القناة. صحيح يقولوا سيادة رئيس الوزراء قال انت كمتحدث ايه اللي هيحصل؟ لها ساعة بالظبط هكلم الاسعار وهجيبهم لك واجي على طول. مالش حاجة. احنا ان شاء الله على طول دلوقتي اهو فاتحين المحل اهو، واحنا كحكومة هنبدا شغل على موضوع الاسعار اهو، هنكلم كل الناس نقول له لو سمحت خفض الاسعار. يا راجل هو في دولة في الدنيا، دولة في الدنيا اسمها دولة بتبعت وسائل الاعلام تقول احنا بنطلب من التجار تخفيض الاسعار 15% و18%؟ انتوا هبل يا جماعه. في حاجه اسمها كده؟ يعني انا يا جماعه بذمه حضرتك كده، انا لو رئيس جمهوريه موز العنب ودخلت على اهم مول في موز العنب ودخلت على اكبر محل في موز العنب واستقبلوني كرئيس جمهورية موز العنب الشعبية وقلت لهم فين صاحب المحل، فجالي صاحب المحل فقلت له حالا بالا انا معايا الاعلام هنا اهو نزل لي الاسعار اللي متعلقة دي 15%، هل تعتقد حضرتك انه السيد صاحب محلات اكبر مول اكبر محلات في مول موز العنب الرسمي والرئيسي هينزل الاسعار عشان جمال وحلاوة عينيا؟ لا تحصل في موز العنب
ولا هتحصل عند الراجل اللي شغال في مول موز العنب، ولا هتحصل في جمهورية مصر العربية، لانه الراجل صاحب المحل ده دافع قرش او قرشين او 10 قروش في المنتج اللي متعلق ده، ومتوقع يكسب فيه 5% من القرش. فلما تيجي انت تقول له نزل لي 15% وحياة والدك، هيقول لي وحياة والدك اقفل انا المحل واروح ارخص لي على الاقل ما اخسرش. يعني عقلوها. فما بالك بقى لما رئيس الوزراء يقعد يكلم الاعلام ويقول لهم يا جماعه لازم رجال الاعمال والاقتصاديين والتجار وبتوع السجاير وبتوع الحاجات الساقعه ينزلوا الاسعار 15%، ويتوقع ان الحكايه دي هتمشي وهتشتغل والاسعار هتنزل فعلا. يخرب بيت اللي علمكم سياسه، يخرب بيت اللي علمكم سياسه، يخرب بيت اللي عاقه في مناصب شعبيه ولا تنفيذيه ولا اي مهلبيه. حتى لو بدا رئيس وزراء مصر حياته بائعا في كشك سجاير لكان ما فعل هذا. تقول لي ده واخد دكتوراه، دكتوراه في جامعه ايه؟ تقول لي ده محافظ سابق وراجل مسؤول سابق وعنده خبرات، خبرات في طينه ايه؟ منيل ايه ب 60 70 في النيله اللي احنا منيلينها دي؟ هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ دي جمهوريه بتنصب على مواطنيها، بتعمل انها بتشتغل. ده كان كده اجي انا كان انا ايه اقعد كده اقول لكم ها وانتوا اخباركم ايه بقى النهارده؟ مبسوطين انتوا كم انا كمذيع بقى؟ ما انا بقدم لك خدمه اهو. لو جيت الورقتين اللي قدامي دول اللي قريتهم ولا عملتهم وبتاع قفلتهم كده وقفلت بقى الثلاث ساعات قعدت بقى احكي لك بقى حكايات بقى ماما سلوى لما نزلت الشارع تدور على ابنها عشان بيلعب كوره. انت مش استفيد حاجه، ممكن يعني تستلطف الاغنيه النكته الافيه نص ساعه ربع ساعه بس هتقلب. لانك لما بتفتح القناه دي بتتوقع ان انا اقدم لك خدمه. فلما بنجيب رئيس وزراء بنتوقع انه هيتنيل يقدم لنا خدمه. فلما رئيس الوزراء ينصب علينا ويعمل نفسه انه هيقدم لنا خدمه والخدمه ما توصلناش، يبقى في نيله محصله في البلد يا جماعه كلها على بعضها. وخد على هذا معيارا ومقياسا على كل ما يحدث في جمهورية مصر العربية، أقسم بجلال الله ما بعارض، بحللك بس الصورة اللي أنا وأنت شايفينها. إيه الهبل والعتق اللي إحنا شايفينه ده؟ هات انزل تشوف في شارعكو أصغر وحدة اقتصادية كشك، راجل بتاع صابون، وقعد مع صاحبه، بلاش تقعد مع صاحبه، اقعد مع البياع قول له انت ينفع تقنع الراجل اللي صاحب المصلحه دي انه ينزل الاسعار 3% بلاش 10% 5%؟ هيقول لك لا ده لازم نكلمه ويقعد يحسبها من الاول وشوفه هو جاب بكام وعمل بكام وبيقف بكام. يا استاذ رئيس الوزراء، نص البضاعه في مصر بالاجل، ما تعرفش يعني ايه اجل؟ عشان اللي جابك جابك عشان بتسمع الكلام مش عشان فاهم الشغلانه. نص الرفوف اللي موجوده في السوبر ماركت دي بالاجل، ما يملكش بني ادم في السوبر ماركت بما في ذلك صاحبه ينزل سعرها جنيه ولا 2 جنيه. ده بيجيب البتاعه يكسب فيها 10 قرش ويحطها ويقعد يجمع من ال1000 واحده 200 جنيه. تيجي انت تقول له نزلي والنبي نزل لنا اسعار 11 15% والنبي يا استاذ، ايه يا عم الحكومه الهبله دي؟ تعالوا يا جماعه نشوف التقرير ده مع بعض كده، شوف كده راي الناس بقى في الشارع. ها؟ عشان دي حكومه نصابين، خرجوا من مرحله ان احنا فاشلين. فهمناها؟ فهمناها سليمان؟ فهمناها سليمان. خرجنا احنا من مرحله ان احنا فاشلين. وحفظناها، والشعب بقى متاكد، يعني اللي كان متوتر مزمزق يقول لك اصل دول بيقولوا من تركيا، اصل دول مش عارف ايه، اصل احمد سميح ده كان شيخ منصر، اي كلام يعني. ها؟ بقى متاكد؟ لا، الكلام ده على الاقل يعني على الاقل احنا بنجيب جزء من الحقيقه، مش هقول لك يا عم الحقيقه كلها. ماشي؟ هو بقى بطل فشل. فيعمل ايه؟ يستعيد على هذا الفشل بالنصب. فتجيب المذيع المتحدث باسم رئاسه الوزراء اللي هو منصب رفيع على فكره، انا بتريق عليه حموصاني كده علشان هو مش عشان الشخص، انا ده شخص ما اعرفوش وما فيش بيني وبينه لا خير ولا شر.
بس هو منصب رفيع المتحدث باسم رئيس وزراء مصر. فتقف تسأله، اسمعوا كده معايا تاني كده، رئيس الوزراء بتاع حضرتك قال كلمتين فيما يخص الأسعار، إيه النظام؟ اسمع رد عليها قال إيه كده قبل ما نروح للتقرير. إمتى تنخفض الأسعار زي ما قال دولة رئيس مجلس الوزراء؟ النهارده ان شاء الله يا فندم هنبدا نتابع انخفاض الاسعار خلال اجتماع دوله رئيس الوزراء مع اصحاب الشركات والمصنعين. تم الاتفاق على خفض البدء بخفض الاسعار ما بين 15 الى 20% خلال 48 ساعه، وان شاء الله النهارده هنبدا متابعه خفض الاسعار. وبالفعل بدات بعض الشركات منذ امس الاعلان عن خفض منتجاتها بنسبه 15%. ان شاء الله خلال الايام القليله المقبله بعد العيد ان شاء الله بنامل انه مع بدء دورة جديدة للسلع وبدء طرح سلع جديدة في الأسواق من قبل الشركات سيزداد الخفض إلى نسبة 30. قال لك على العيد الحمصاني، قال لك على العيد. إمتى يا حمصاني؟ على العيد إن شاء الله. وأنت في العيد لما تسأل بقى إيه يا جماعة الأسعار ما نزلتش ليه؟ مع الحمصاني بقى، ما أنت فاهم اللي فيها.